اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي فته. ولما نقول فته يعني ممكن تكون لحمه، ممكن تكون فراخ، ممكن تكون فته كفته. النهارده معايا فته الشاورما بالزبادي، حاجه لطيفه وجميله. برضو هتتعمل الشاورما على اصولها، ولكن عندي خليط الزبادي مع الطحينه بنسب معينه بيوديني في مكان تاني مع طبق الفته بالذات اللي هي اساس مكوناته العيش. معانا النهارده كمان البطاطا الحاره او البطاطا الكزبريه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ودي عدل طبق فته ونقزقز جنبيها شويه بطاطا حاره كده بالكزبره والتومه مع لقيت فليفله حلوه تاكل صوابعك وراحه. ولكن الغريب النهارده المانجا بالجد عكس البطيخ. السنه دي طعمها سكر، والبطيخ بنسبه تقريبا 60% او 50%، ولكن انا حبيت المانجا النهارده اعمل كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. ازاي يا عم الشيف؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. الكيكه بالمانجا وهنغرقها في المانجا بعد كده، يعني من الاخر هيخش جواها مانجا قطع، والمانجا اللي هي اللطيفه، وبعدين تاخد عصير المانجا وهي سخنه وهي طالعه من الفرن. فعشان كده انا قلت كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. هنشتغل في الكزبريه اللي هي البطاطا، معانا الزيت شديد الحراره ومعانا طاس على النار هنطفيها بالكزبره والتوم. حلو الكلام. نبدا نقطع البطاطس دي كده مكعبات مكعبات، دي طبعا لازم تكون تقريبا قد بعضيها. بنروح على المطاعم الشاميه او اللبنانيه او السوريه بنلاقي في طبق مقبلات بيتصدر القائمه، يقول لك بطاطا كزبريه، بطاطا حاره، بطاطا بالفلفله. حلو. البطاطا اللي هي البطاطس اللي انا بقطعها دي اهو تتعمل ازاي؟ مش علشان ما تاكلهاش بره، عشان تعرفي انت بتاكلي ايه وبتدفعي فلوس في ايه. طبق بطاطا قد كده بمبلغ وقدره قد كده، هي شويه بطاطا واخدين تومه وكزبره على النار. انت غسلت البطاطا بايدك، قشرتها بايدك، قطعتيها بيدك، حمرتيها في الزيت نضيف، وقطعتيها تقريبا بشكل حلو كده، وليك الحريه تقطعيها زي ما انت عايزه. بس هي اسلم تقطيع للبطاطا الحاره بالذات تتقطع كاريهات، كاريهات يعني مكعبات غير اللي بتتقلي في الزيت، تتقطع طولي. والمقادير لسه نطلع بقى على الهوا يا عيب الشوم. ادي المقادير على الشاشه، بطاطا متقطعه مكعبات، حلو، كزبرة خضراء وتوم وفلفلة حلوة ودبس الرمان عشان تاخد البصمة الشامية بالشكل ده كده. ومعايا طاسة بتسخن على النار هنحط فيها الشاورما دلوقت. نعم، سؤال حلو كنت منتظر حد يسألولي على الهوا، ليه الطاسة تسخن جامد جامد؟ ما تحطها ما هي لحمة هتستوي، احنا ورانا حاجة وندردش. ويا صديقي يا حبيبي يا ست الكل، لو انا حطيت اللحم في طاسه بارده ما هيش على درجه عاليه من التسخين او الحراره، اللحمه دي هتنشف والجوس بتاعها والطعم بتاعها، الطاسه هتمتصه، اجي اكل لحمه ما فيهاش طعم خالص، هي شكل اللحمه وناشفه عامله زي السفنجه. فانا عايز شويه لحمه حلوين. حلو الكلام. يبقى فيهم الطعم واعرف اللحمه دي اذا كانت ضاني او كندوز. ناخد البطاطس دي كده ونسقطها في قلب الزيت. يلا بينا يلا بينا. حلو. الله، عيشي معانا. اشكرك يا امي، بطاطا حاره بالكزبره. الله، كزبره، دبس الرمان، فلفله حلوه هريسه حمراء. الله، بهاراتك قلبيها. يلا بطاطا حاره اهي، يلا بينا يلا بينا. هو ده، الله عليك. قلب
يا محترم، ايه الحلاوة دي؟ خلص الأكلة؟ قسم بقى في الأطباق واحسب الفاتورة كام. دول يعملوا 20 طبق. اضرب في 50 جنيه، تعمل كام الحسبة دي يا شفيق؟ 50 في 20 كام؟ تعمل 1000 ها؟ ولا 100؟ تعمل 100. 1000، يا نهار ابيض، كيلو بطاطا ب 1000 جنيه. لا بس العلم لا يطاها بالمال. الخبرة الطاوية، دي البطاطا الحارة، ومش هتاكلها بكده. حلو الكلام؟ دي جاهزة معايا للغرف. ناخد البطاطا الحارة بتاعتنا. ايه الاخبار؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والنبي دي دلعها لي، الله عليك، بالله عليك. لا دي حاجه الفقير والغني بيحبها، بطاطا مفطومين عليها. شوف الشيف المغازي عملها ازاي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده فين بعد كده؟ اهو ايه الحلاوه دي؟ الله عليك مخرجنا مبدع من يومك. ايه الحلاوه دي؟ بطاطا حره. لا فيها ملح الليمون بقى، ولا فيها المزازه، ولا فيها الحموضه. طبق تقديم، اللهم صل على النبي، طبق يكفي العيلة والجيران والحبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطا حارة بالكزبرة، بطاطا كزبرية، بطاطا بالفلفلة، بطاطا بدبس الرمان. قول زي ما تقول، المهم تتنفذ ازاي وتتعمل ازاي وتتقدم ازاي. ونعبر عن مشاعرنا بالحب اتجاه من عملها ازاي. اللهم صل على النبي. حاضر يا فندم، انت اللي يهمك المانجا والكيكه، تقلقش انا مامن. انا مخرج شاطر يهمه الحاجه اللي في الفرن. الف انا وشيف، دي مش محتاجه حاجه. عيني. حاضر حاضر يا فندم. فن ابداع بمقادير بسيطه وسهله، ولكن حبك للمطبخ، حبك لاسرتك، حبك لعائلتك، لان مفاتيح السعاده جوه على باب التلاجه وعلى رف التلاجه في جيبك. تقدري تخلقي السعاده وتوجد السعاده باكله حلوه، بكيكه بالمانجا غرقانه مانجا. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.